الرحيم. أنا حادي أحمد سليمان، اتخرجت من مجموعة الأهلية كمبيوتر ساينس بكالوريوس، واتجهت في التراك بتاع النتوركينج. سيرتيفايد مايكروسوفت MCSE، سيرتيفايد اكسشينج سيرفر، وسيرتيفايد ايثيكال هاكر CH، وسيرتيفايد برضو في سيسكو CCNA وCCNP وCCVB. انا اشتغلت في مجال النتوركينج ابتداء من سنة 2003 لحد الان. ابتديت في بروجكتس كبيرة كانت في الإدارة العامة للمرور وفي صندوق القومي للتأمين الاجتماعي كأكبر نتوركس، كانت بيزد على المايكروسوفت ويندوز، وعملنا داتا سنتر كان فيها اون بريميسيس سيرفرز. ناو انا اي تي مانجر في شركة الشمال للأسمنت، وبندير نتورك هايبريد، يعني عندنا سيرفرز اون بريميسيس وعندنا سيرفرز في الكلاود. طيب، يمكن ما يخفى عن الجميع انه يعني nowadays معظم الشركات اتجهت لانه تكون عندها سيرفرز اون بريميسز وعندها سيرفرز في الكلاود، لانه في ادفانتج كثيره الناس ممكن تحصل عليها لما تعمل هوستنج للسيرفرز بتاعتها في الكلاود. فاصبح الان الكلاود او الكمبيوتينج في الكلاود من الحياه المطلوبة بشدة في سوق العمل. حكون معكم إن شاء الله في الكورس بتاع الأذيور، باعتبار إنه الأذيور هي الكلاود سوليوشن في مايكروسوفت، وعندها سيريبس وعندها سيرتيفيكيتس، عندها تراك طويل. إحنا هنبدأ فيه إن شاء الله بالA900 اللي هو ده بيتكلم عن الفندامنتالز بتاعت الكلاود، عن مفهوم الكلاود، عن الادفانتج والديسادفانتج انه انا اشتغل في الكلاود، عن الطرق اللي انا ممكن اعمل بها هوستنج للسيرفر، سواء كان انه انا اشتغل كومبليتلي في الكلاود او انه انا اشتغل ميكس انفايرمنت يكون عندي سيرفرز اون بريميسز وسيرفرز في الكلاود. حنتكلم عن الاساسيات، عن كيف انه تكريت سبسكريبشن، كيف انه انا اقدر اعمل كوست مانجمنت للسيرفرز انا هشتغلها في الكلاود، كيف انه انا اعمل ديزايننج للسيرفرز بتاعتي، كيف انه انا اقدر اعمل ديزاين للباك اب، كيف انه تو بروفايد ديزاستر ريكفري سوليوشنز وهكذا. طبعا الA900 هو بيتكلم عن الفاندامنتلز، فهو مدخل لنا في تراك طويل جدا ان شاء الله. يمكن اهم تو كورسز فيه هو الكورس بتاع الA900، ويليه طوالي الكورس بتاع الA104 اللي هو في الA104. احنا هنتكلم ان شاء الله، هنعمل بعد الA900 مباشرة ان شاء الله، هنتكلم فيه عن الديتيلز بتاعت الكونفيجريشنز والسيتنس والمانجين والادمينستريشن بالنسبة للسيرفرز الهوستد في الكلاود. وان شاء الله يكون تراك ممتع، وزي ما قلنا هو من التراكات المرغوبة جدا، الأذيور الكلاود كومبيوتينج بيز على الأذيور تكنولوجيز. أتمنى إن شاء الله إنه الكورس يكون ممتع ومفيد بالنسبة للناس، وإن شاء الله يعني حنواصل السلسلة على قدر الإمكان، ونلتقيكم في إن شاء الله كورس ثانية في مايكروسوفت بإذن الله.